السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم من جديد ثامر من قناة ديجي تاي جيمر. أخباركم تمام؟ دوم إن شاء الله تكونوا بالصحة والعافية، رب يصبحكم الله بالخير ومساكم الله بالنور جميعا. اليوم يا شباب ويا جماعة جبنا لكم شرح أماكن تجميعات مرحلة اسمها فورميكون. معلش اسم الكلمة شوي نطقها صعب فما علينا. فورميكون، البي والإتش لما نجون مع بعض يصيرون في فيرميكون. المهم طبعا المرحلة يا شباب هذه فيها حوالي 39 تجميعة، 34 من أكياس الذهب، 1 صندوق و4 من الأوراق. ومكان التجميعة الأولى يا شباب راح يكون أول ما ترسبنون في البداية على إيدكم اليسار، أول تجميع اللي هي كيس الذهب. تمام ننتقل اللي بعده. بالنسبة للتجميعة الثانية اللي هي كيس الذهب، والتجميعة الثالثة اللي هي عبارة عن أول ورقة من أصل 4، راح يكون مكانها هنا. أول ما تنزلون عند هذا المكان السري تمشون قدام، تلفون على إيدكم يسار قبل ما تدخلون هذا المكان، راح يكون في صندوق على إيدكم يسار، تفجرونه تحصلون التجميعة الثانية اللي هي كيس الذهب. التجميعة الثالثة راح تكون في الخلف، أول ما ترجعون تلفون على إيدكم اليسار، حلو، بعدين يمين، تستمرون سيدة لين تجون عند هذا المكان على ايدكم اليسار هنا عند هذه الطاولة. معليش، هذا المكان اللي فيها اللي ترجع لكم النقاط باليسار هنا. اول ما تدخلون هذا المكان التجميع الثالثة وهي اول الاوراق. تمام خلونا نشوف مع بعض. زي ما انتم شايفين 2 من اكياس الذهب و1 من الاوراق. ننتقل لبعد. بالنسبة للتجميع الرابعة وهي عبارة عن الورقة الثانية والخامسة وهي كيس الذهب، راح يكون مكانهم هنا. من بعد ما ناخذ التجميع السابقة نطلع من هذا المكان، نروح للي فيها الرقية، الغرفة الفوقية والتحتية اللي هو البيسمنت، حلو، او الارضية، الدور الارضي. نروح للدور اللي فوق من وراء الكتب او الطاولات، على الطاولة هذه يعني من خلف راح تحصلون اللي هي الورقة الثانية بالاصل التجميع رقم 4. وبالنسبة للتجميعة الخامسة وهي كيس الذهب راح تكون تحت، مو أول باب، ثاني باب، تدخلونه تلفون على إيدكم اليمين، راح تكون على إيدكم اليمين برضو هنا عند هذه الطاولة اللي فيها المواد. تمام ننتقل اللي بعد. في التجميعة رقم 6 وهي عبارة عن كيس الذهب رقم 4، كيس الذهب الرابع راح يكون مكانه هنا. اول ما تجون عند هذا المستنقع تمشون قدام كأنكم راح تتبعون هذه الاثار، تروحون على ايدكم اليسار راح تحصلون قدام التجميعة رقم 6. تمام طيب ننتقل اللي بعد. في التجميعة رقم 8 و9 وهم عبارة عن اكياس الذهب، والتجميعة العاشرة واللي هي عبارة عن الورقة الثالثة على ما اعتقد او كيس الذهب، راح يكون مكانهم هنا. اول ما تجون هذا المكان وتقتلون فيها المستأذبين او الذيابة، حلو، تروحون قدام عند هذا الاتجاه ترقونه، راح يكون على ايدكم اليسار مباشرة التجميعة الثامنة وهي كيس الذهب. بالنسبة للتجميعة اللي بعدها طبعا تروحون قدام، حلو، عند على ايدكم اليسار راح تحصلون اللي هي التجميع التاسعة وهي كيس الذهب. تمام طيب ترجعون كأنكم تبون تتبعون ذيك الأثار، تروحون عند جهة الأثار تضغطون طبعا اكس عشان تقدرون تعبرون. من بعد ما يتبع الأثار تروحون باتجاه الأثار، ولكن على ايدكم اليسار راح تحصلون في فتحة، وهذه الفتحة على ايدكم اليسار برضو راح تحصلون التجميعة العاشرة وهي كيس الذهب. تمام ننتقل اللي بعد. في التجميعة رقم 10 وليس اللي قبل حنا خلصناها الأخيرة، رقم 10 التجميعة هذه اللي بنشرحها الآن هي رقم 10. التجميعات اللي شرحناها الثلاث هي رقم 7 و8 و9. تمام طيب في التجميعة يا شباب العاشرة، من بعد ما تقتلون هذول الأعداء اللي هنا، من بعد أخذكم لسلاح القاذف الأسهم أو الكروسبو، حلو، تمشون قدام من عند هذه الجثة المعلقة على إيدكم اليمين، راح يكون فيه اتجاه لازم تحرقونه سلاح قاذف اللهب، وراح تحصلون فيه صندوق وفيه راح تحصلون التجميعة العاشرة. حلو طيب بالنسبة يا شباب للتجميعة اللي بعدها وهي رقم 11، تمشون قدام طبعا في مكان راح يكون فيه العشاش،
على ايدكم اليمين من بعد ما تتقدمون. حلو، هو راح يحتوي على الصندوق، وهذا الصندوق راح يحتوي على التجميع رقم 11 وكيس الذهب. تمام تمام طيب ننتقل للتجميعات اللي بعد. في التجميع رقم 12 و13 و14 من بعد ما تجون عند هذا المكان تتقدمون قدام، على ايدكم اليسار راح يصير فيه اتجاهين حق التجميعات، تروحون على ايدكم اليسار راح تحصلون من جهة اليسار التجميع رقم 12. التجميع رقم 13 راح تكون على ايدنا اليمين، بس تحرقون هذه الجزئية. حلو، راح يكون في قدامكم في شيء لازم تكسرونه عشان تاخذون التجميع رقم 13، واللي هي عبارة عن صندوق حق أكياس الماء. بالنسبة للتجميع 14 نطلع من هذا المكان نروح للجهة الثانية. حلو، من عند جهة الباور الكهرباء اللي هنا نلف يسار ونحرق هذه الجزئية. بعدها نمشي من هذا الاتجاه، راح نشوف قدامنا التجميع رقم 14. اوكي تمام، ننتقل للي بعد. في التجميع رقم 15 وهي عبارة عن كيس المال رقم 13، مكانها راح يكون على ايدكم اليمين بعد اخذ التجميع السابقة، راح تشوفون في جثة معلقة، هذه التجميع رقم 15. تمام تمام ننتقل للي بعد. في التجميع رقم 16 من بعد ما نجي هذا المكان، يعني نروح للجهة الثانية يعني عن طريق التسلق بالحبل. حلو، ونجي لهذا المكان نواجه الأعداء ونذبحهم، راح يكون في جهة على اليسار واليمين. الجهة اللي على اليمين راح نحصل فيها التجميع رقم 16 وهي عبارة عن كيس المال على جهة اليمين. تمام تمام ننتقل للبعد. بالنسبة للتجميع رقم 17 و18 و19 راح يكون مكانهم في الخلف، من بعد ما ناخذ التجميع السابقة نروح عند هذا الدرب اللي على اليسار اللي هو بالأصل راح يكون قدامنا، بعدين نجي نلف يسار من جهة الأثار. مو بلازم انكم تتبعونها تضغطون اكس الا اذا انتم كنتوا جدد على اللعبة. طبعا تحرقون الشباك العنكبوتية، تنزلون تحت، بعدها تلفون يسار، راح يكون في برضو شباك عنكبوتية لازم تحرقونها عشان تقدرون تاخذون التجميع رقم 17 وهي عبارة عن صندوق يحتوي على كيس الذهب، هذه هي التجميع رقم 17. بالنسبة للتجميع رقم 18 نرجع للمكان، نحرق الجزئية اللي أمامنا، وقدام راح نحصل فيه صندوق وهو التجميع رقم 18. تمام اوكي، من بعد ما اخذنا التجميع رقم 18 التجميع رقم 19 راح تكون على يميننا مباشرة في الارض، وهي عبارة عن المخطوطة او الورقة رقم 3 من اصل 4، هذه هي التجميع رقم 19. تمام تمام ننتقل للي بعد. في التجميع رقم 20 من بعد ما تقتلون الوحش العنكبوتي في المرحلة السابقة، يعني في الجزئية اللي قبلها طبعا قبل ما تجون هذا المكان اللي فيها اللي عبارة عن زورق محطم او مجموعة من القوارب المحطمة. حلو، هنا طبعا تواجهون الزعيم العنكبوتي وشوية ذئاب. حلو، بعدها ترقون فوق تستمرون قدام، بعدين تلفون على ايدكم اليسار راح تحصلون التجميع رقم 20 وهي عبارة عن كيس الذهب. تمام تمام ننتقل للبعض. في التجميع رقم 21 من بعد ما نركب القارب اللي طبعا في المنطقة اللي قبل شوي التابعة لهذه المنطقة او الشابتر الثامن، راح نجي لهذا المكان زي ما انتم شايفين. حلو، قبل ما نروح قدام نلف على ايدنا اليمين راح نحصل تجميعة كيس الذهب وهي التجميعة رقم 21. تمام تمام ننتقل للي بعد. بالنسبة للتجميع رقم 22 و23 لما تجون عند جهة الاثار هذه تستمرون في التقدم، بعدها تلفون يسار تروحون عند هذه الجهة تتسلقونها وراح تقابلون شوية أعداء تتخلصون منهم، تستمرون شوي قدام بعدين تتسلقون هذه الـ طبعا الجهة أو الخشبة. على إيدكم اليسار يا شباب راح تحصلون التجميع رقم 22 وهي آخر تجميعة ورقية.
حلو، بالنسبة للتجميع رقم 23 راح تكون في الخلف على جهة اليمين، بس لا تمشون مرة قدام، لا على ايدكم اليمين راح يكون في جثة، هذه التجميع رقم 23 وهي عبارة عن كيس الذهب. تمام تمام ننتقل للبعض. في التجميع رقم 24 والتجميع رقم 25 اول ما تجون عند هذه الاماكن من بعد ما تدخلون الشق هذا الضيق اللي فيها الشباك العنكبوتية راح يجيكم اتجاه على جهة اليمين اللي هو حق القصة، واتجاه على جهة اليسار. الاتجاه اللي على جهة اليسار راح يحتوي على خشبان، لما نكسرها راح نحصل التجميع رقم 24 وهي عبارة عن كيس الذهب. بالنسبة للتجميع رقم 25 نروح نتابع القصة، طبعا نروح من الاتجاه اللي على جهة اليسار اللي هو بالاساس جهة اليمين، حلو، بعدين راح يجينا كذا كاتسين او عرض عن المكان هذا، نمشي شوي قدام بعدين قدام، راح تكون في جهة معينة نمشي لها وهي جهة اليمين عشان ناخذ كيس الذهب اللي هو التجميع رقم 25. ولا تنسون يا شباب تتحركون عن الأرضية أو ترجعون، لأن هذه الأرضية متحركة فراح تنزل وبعدين تموتون. تمام كذا يا شباب خلصنا من التجميع رقم 24 و25، ننتقل للي بعده. بالنسبة للتجميع رقم 26 من بعد ما أخذنا تجميع رقم 24 و25، التجميع رقم 26 راح تكون هنا، نعبر الممر بسرعة ونروح لهذا الاتجاه، نكسر هذه القطعة الحديدية أو الخشبية، راح يكون التجميع رقم 26 اللي هي عبارة عن كيس الذهب أمامنا مباشرة. تمام تمام ننتقل للي بعده. التجميع رقم 27 و28 ومكانهم راح يكون هنا في هذا المكان من بعد ما نجيه، وطبعا نرقى هذه شو اسمه الجهة يعني من عند الغصن ونجي لهذا المكان. التجميع رقم 27 راح تكون هنا، نمشي مع هذه المكان او اللي زي الجسر النازل، بعدين نجي من الاتجاه هذا على ايدنا اليمين الطويل، بعدين نلف يسار، بعدين نلف يسار راح نحصل التجميع رقم 27 هنا، نكسر هذه الخشبة راح نحصل كيس الذهب اللي هو التجميع رقم 27. بالنسبة للتجميع رقم 28 راح تكون خلفنا مباشرة، نرجع نلف يسار، نتقدم نلف يمين، بعدين نلف يسار، وهذه هنا أمامنا مباشرة. تمام كذا أخذنا التجميعتين رقم 27 و28، نشوفكم في التجميعات اللي بعدها، واعتذر على دورة الرأس. في التجميع رقم 29، حلو، واللي مكانها راح يكون من بعد ما تتسلقون هذه السلاسل، تكسرون هذه الخشبان وتجون من هذا الاتجاه، حلو، طبعا راح يكون في هنا عداد كهرباء، تستمرون برضو بالتقدم، تنزلون هذه القطعة اللي فوق، تمشون قدام، حلو، بعدين تجون على ايدكم اليمين وتلفون يمين، تنزلون هذه القطعة برضو اللي فوق، بعدين تلفون يسار، بعدين يسار، بعدين يمين، وتكسرون هذه القطعة برضو الثانية الخشبية، حلو، بعدين تلفون يسار، راح تجون إلى هذا المكان، تلفون يسار، في هنا فوق شيء معلق، تطيحونه. حلو، بس حنا مو مقصدنا هذا الكلام او هذا الحاجة، لازم تجون من الجهة الثانية، مو من هنا المعذرة سوري، راح يكون ورانا مباشرة في بعد رافع، انا ما انتبهت للرافع، انتبهت للرافع اللي فوق بس ما انتبهت اللي ورا المعذرة، تجون من هذه الرافعة اللي فوق اللي فيها شباك عنكبوتية، معليش اللعبة شوي جهة خطات، بعدين تقومون تكسرون هذا الصندوق وهنا راح يعطينا التجميع رقم 29 وهي عبارة عن كيس الذهب. تمام تمام ننتقل إليها. في التجميع رقم 30 و31 من بعد ما تنزلون في هذا المكان، حلو، اللي فيها النزلة واللي يطلب منكم الحبل، حلو، تحطون الحبل هنا عند السلاسل وتنزلون، طبعا التجميع رقم 30 راح يكون مكانها أمامكم مباشرة، تكسرون هذا الصندوق وراح تحصلون التجميع رقم 30. بالنسبة للتجميع رقم 31 راح تكون قدامنا مباشرة، راح نحصل على جهة ايدنا اليمين، هذا اذا ما قبلنا اعداء جثة، وهذه الجثة راح تكون فيها التجميع رقم 31، نروح قدام اليمين عند الشجرة هذه التجميع رقم 31. تمام تمام. التجميع رقم 32 اللي راح يكون مكانها هنا في هذا المكان، حلو، من بعد ما نواجه الأعداء اللي هنا
حلو نهزمهم، راح تكون الفزعة على إذن اليسار، راح يكون في مكان هنا، نجي من هذا المكان اللي فيه غصن الشجرة نمشي عليه، وراح تكون أمامنا مباشرة التجميع رقم 32، وهي عبارة عن كيس الذهب، كيس الذهب رقم 28. تمام، ننتقل للي بعد. في التجميع رقم 33 واللي هي عبارة عن كيس الذهب رقم 29، راح يكون مكانه من بعد ما ناخذ التجميع السابقة، نروح من ذاك الاتجاه زي ما انتم شايفينه اللي قدامنا على يدنا اليمين، راح يكون عند اللمبة هذه، نمشي من هذا الاتجاه ونروح نعبر من الجهة الثانية. حلو، بعدين نجي من هذا الاتجاه على يدنا اليسار، نلف يمين بعدها، نمشي قدام، راح يكون قدامنا هو الصندوق رقم طبعا التجميع رقم 29 من كيس الذهب، بالتحديد التجميع رقم 33. حلو، طيب ننتقل للي بعده. في التجميع رقم 34 و35 و36 واللي هي بالتحديد عند هذه الكنيسة، قبل ما ندخلها على ايدنا اليسار التجميع رقم 34. بالنسبة للتجميع رقم طبعا 35 ندخل هذه الكنيسة، راح تكون قدامنا قبل ما ننزل عند هذه الحفرة تحت على ايدنا اليسار التجميع رقم 35. بعدين ننزل، راح نحصل في شباك عنكبوتية، نقوم نحرقها بالنيران، وطبعا في كذا واحدة لازم نحرقها، هذه اللي قبل شوي حرقناها راح تحصلون منها التجميع رقم 36. تمام، ننتقل للي بعد. في التجميع رقم 37 واللي مكانها راح يكون اول ما نعبر الشق الضيق هذا اللي من بعد ما نذوب الشباك العنكبوتية، يعني لما ننزل ونمشي قدام، حلو، من هذا الاتجاه اللي هو تابع للقصة، راح نجي على هذا المكان اللي فيه على ايدنا اليسار مكان باب كله شباك عنكبوتية، وعلى ايدنا اليمين راح يكون هو التجميع رقم 37. تمام، راح تكون هنا بالأرض. اوكي، طيب ننتقل للي في التجميع رقم 38 و39 واللي هي اخر تجميع من تجميعات شابتر 8، ومكانا راح يكون هنا. طبعا تكملون القصة يا شباب، تجون على ايدكم اليمين كانكم رايحين للقصة، طبعا راح تحصلون هذا المكان اللي عند الهرم، على ايدكم اليسار في درج او سلم، حلو، تروحون من عنده راح تحصلون التجميع رقم 38 قدامكم على اليسار. تمام، بالنسبة يا شباب للتجميع رقم 39 والأخيرة، راح تروحون قدام ولكن راح تشوفون كل الدنيا مياها، طبعا شو اسمه صفونها، من بعد ما تصفونها خلون الطوابق هذه بهذا الشكل، حلو، مو بتروحون للقصة، لا تروحون للجهة الثانية، يعني هذه الطابوقة اللي فوق تجيبونها هنا، راح أعلمكم كيف، يعني أوريكم شكل الترتيب كيف جاي. طبعا هذه شايفينها تخلونها هنا، والثنتين معروف انهن هنا، الثانيين هناك ما تحتاجونهم، بس طبعا ما في هنا خط يعني يمشي، وكان جبناها بسهولة، لازم تجيبون الصغار تودونهم هناك، وبعدين تجيبون هذه هنا وهذه اللي هناك هنا، وبعدين هذه اللي هناك تجيبونها هنا. تمام، طيب الحين نروح نتقدم، يعني نروح يسار بعدين قدام، راح نحصل التجميع رقم 39 وهي الصندوق. تمام، وبس يا شباب، هذا كان كل اللي عندي، لا تنسون زر اللايك والكومنت والاشتراك بالقناة، والاشتراك بالقناة، وصلى الله وبارك وفي مال الله، اشوفكم على خير، باي.